السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادس اليوم إن شاء الله بدنا ناخد أول وحدة وهي وحدة المقادير الجبرية والمعادلات. طبعا أول شيء بدنا نبدأ فيها إن إحنا القوة والأسس. القوة والأسس، القوة والأسس هي عبارة إيش معنى كلمة القوة؟ القوة يعني أس مرفوع إلى قوة، مثلا اثنان أو ثلاث أو أربعة هي القوة، نفس ما حكي لك إنه مرفوع إلى أس أو أس كذا. واضح؟ القوة والأسس نفس المفهوم. ليش هون بس أنا بحكي أول شيء كنت أقول لك شو معناش الأسس هاي؟ شو فايدة هاي الأسس اللي أنا بدي أشتغل فيها؟ عشان أنا بختصر، أنا عندي مثلا عدد مضروب مر كامل، يعني العدد بيكون مضروب برضو، فأنا بقول بدي أختصر هذا العدد اللي بدي أحمله لأس، يعني إذا قديش العدد المرات؟ هاي عدد المرات قديش اللي تكررت؟ بدي أحطها أرفعها لأس. الآن زي ما حكينا، الآن هاي الحكي لما أقول له 11 في 11، لما أقول له 11 في 11، لما أقول 11 في 11 هاي هي عبارة عن بسميها ليش بنسميها؟ بنسميها الصيغة القياسية. هاي الصيغة القياسية يعني عندي أنا هون، عندي أنا هون، معروف عندي هون الصيغة القياسية، الصيغة القياسية. إيش هي هاي الصيغة؟ الصيغة القياسية. الصيغة القياسية هي يعني أنا الأعداد المضروبة ببعض، هاي اسمها صيغة قياسية، اسمها صيغة قياسية. طيب الآن أنا بدي أحول هاي الصيغة القياسية إلى صيغة أسية. شو بدي أحولها؟ إلى صيغة أسية. إيش هالأسية يعني؟ بدي أعمل أرفعها إلى أس. طيب أنا باجي هون، أول إشي الـ 11 هو عبارة عن أساس. الـ 11 عبارة عن الأساس. أساس هو الأصل يعني، الموجود عندي 11. 11 هو الأساس. طيب الأساس هذا الـ 11 اللي هو نفسه هذا هو أساس بسميه. هاي 11 وهي 11 أساسها. كم مرة مكررة؟ بتقولي لي كم مرة؟ بتقولي لي مرتين يا مس. معناته أنا برفعه للأس إيش؟ اثنان. أنا برفعه للأس إيش؟ رقم اثنان. خلاص؟ طيب أنا باجي هون بحكي، برجع ثاني مرة أحكي له، من الأساس هون؟ أتش؟ هاي صيغة قياسية. أعيد، هاي صيغة قياسية. صيغة قياسية وأنا بدي أحولها إلى صيغة أسية، يعني بدي أخلي شوف بدي اختص كل هذا الموضوع على بس اتش واحده، لاني متشابهه بدي اختصرها على اتش واحده بس. خلص مس؟ طيب الاتش هاي كم مره مكرره؟ نعدها مع بعض؟ ها 3 4 5 6 مرات. انا قاعد بختصر كل هذا الحكي على اساس واحد هو الاتش على مرفوع الى 6 مرات. والسته تقرا اتش والستة تقرأ 11، تقرأ هون 11 أس 2، تقرأ أش أس 6، تقرأ أش أس 6. تيجي لهون مس، هاي سالب، انتبهي مس، هون في سالب. لازم احط نفس العدد كامل اللي هو الاساس كامل. مش تقولي والله يا مس حاحطه اف من غير السالب، لا، عندي سالب حتحطي سالب، كله نفس الشيء. وبدي اعد كم وحده سالب اف؟ 1 2 3 هاي 4، كله 4. ليش ممكن احطها؟ ليش احطها بين قوسين؟ عشان فيها سالب، عشان الاربعه هاي للسالب كمان، الأس للسالب كمان. واضح؟ حطيتها بين قوسين لأنه في سالب أف، معناته أنا بحطها بين قوسين. ما أنت ما بدك تحطيها بين قوسين عادي، مش مشكلة. واضح؟ طيب الآن أنا أبعدها المرة، قلنا هاي بسميها الصيغة القياسية وما بسميها الصيغة الأسية. كانت الصيغة القياسية، كانت الصيغة الأسية. تعال معي نشوف الصيغة القياسية. بقول لك اكتبي بالصورة القياسية، الصورة القياسية، الصورة بده إياها الأسية هاي تحوليها لقياسية. شو يعني تحوليها لقياسية؟
قياسيه ترجعيها لاعداد مضروبه ببعضها. المعنى القياسيه انه اعداد مضروبه ببعضها، صح؟ اكتبي بالصوره القياسيه، اكتبي بالصوره القياسيه. الصوره القياسيه انا اثنين طلاب يمس اخطاء بنشوفها انه 3 ضرب 4 يضرب 3 ضرب 4 خطا يمس، ان 3 هو الاساس مضروب كم مره؟ 4 مرات. هذا الصح، الاساس 3 مضروب 4 مرات. في طلاب بضربوا 3 في 4 طبعا خطا. نيجي نقول 3 اساس مضروب 4 مرات، الاس تبعه اللي هو مرفوع لأربعة يعني 4 مرات. ضربين بسيط جدا، انا حضره كل الاثنين مع بعض، 3 في 3 9 و3 في 3 كمان 9، 9 ضرب 9 81. بكل اريحيه انا طلعت هذا الشيء من غير اي كلام. نيجي يا مس على مس، شو هذا مس؟ انا اضرب السالب، سالب 1 سالب 1 سالب 1، حتى الواحد لو تضربيه مليون مره بعضه حيعطيني واحد، صح؟ بس في عندي شغله مهمه جدا انه سالب 1، وانتبهي على الاس، على ايش؟ على الاس، الاس ايش؟ زوجي ام فردي؟ ها اذا كان الاس، طلع علي، اذا كان الاس زوجي، شو يعني زوجي؟ يعني 2 4 6 8. اذا كان الاس زوجي بتعطيني والاساس، الاساس ماله؟ الاساس سالب، بكون الناتج الموجب الاس زوجي اساسي في سالب، لازم اعطيني موجب واحد. واحد 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 يوم واحد موجب. طيب طيب يا مس، طيب يا مس، تعال نشوف اذا كان الاس فردي، ايش يعني فردي؟ يعني واحد ثلاثة خمسة سبعة، صح؟ والأساس زي ما حكيت سالب، الأساس سالب يكون الناتج سالب. إيه؟ إذا كان يا مس هاي، خليني أعطيك مثال، أعطيك مثال، أنا بدي أعطيك مثال هون. سالب واحد أس خمسة، اطلعي عليها يا مس، اطلعي عليها، اطلعي عليها، هون خمسة يعني فردي، وهون في سالب بترجع سالب. إذا كان الأس فردي سالب، إذا كان الأس زوجي تعطيني موجب. أريح لك ما تضرب وتغلط في الإشارات. طيب الثمانية، ثمانية مضروبة مرة واحدة، صح؟ ليه ثمانية؟ أكيد ثمانية محضرة ثمانية زمنية، ثمانية مضروبة مرة واحدة. طيب الصفر لو ضربته صفر في صفر في صفر في صفر في صفر في صفر 20 صفر، شو بيعطيني؟ أي صفر، أي عدد صفر الأساس صفر وقصه إن شاء الله 1000 مليون حتعطيني صفر طبعا، أكيد أكيد. الصفر مضروب في صفر هو صفر، زي الواحد مضروب في واحد، واحد هو الواحد. بس انتبهي إلى إشارة، إذا كانت زوجي فأنا إشارته بدها تكون موجب، وإذا كان فردي بتطلع النتيجة السالب. خلاص يا مس؟ هيك خلاص؟ طيب الآن تعالي معايا نحكي عن أساسي. إذا كان أساسي يا مس موجود عندي أساسي والأس صفر، أي أساس والأس صفر، كيف يا مس؟ أساسي صفر. الآن 13 أس صفر، اي عدد غير صفر، غير ما يكون صفر، يعني اساس، الاساس ما يكون صفر، الاساس ما يكون صفر، مرفوع للاس، للاس صفر، اسفه، للاس صفر، مرفوع للاس صفر، شايفين الاس صفر؟ بعطيني ايش؟ بعطيني واحد، يعني 13 اس صفر، طب من غير ما اعمل شيء بتعطيني واحد؟ تعال سالب 7 اس صفر تعطيني واحد؟ أعيد أي عدد طبعا غير ما يكون صفر، إذا كان صفر بصير صفر، إذا كان صفر حيرجع لي صفر، صح ولا لا؟
يعني غير طبعا اي عدد غير الصفر طبعا، غير الصفر مرفوع، مرفوع مرفوع بالاس صفر، يعني اس صفر اي عدد اس صفر ان شاء الله 1000، اس صفر تعطيني 1، ان شاء الله مليون اس صفر تعطيني 1، اي عدد اس صفر سالب موجب تعطيني 1. واضح؟ هاي معلومة مهمة. طيب يا مس، إذا قال لي أعطاني عدد وقال لي اعملي لي إياه هذا قياسي وحولي لي إياه إلى أسي، طيب إيش يا مس هذا أنا حافظها؟ أنت حافظها؟ حافظة 135؟ لا ما نحفظها، بعمل قسمة متكررة أخذتها من الصف الخامس، بعمل قسمة متكررة. كيف بقسم قسمة متكررة؟ أول إشي بدي اعرف قابليه القسمه انا بكون حافظاها، هي تطلع قسمه على ايش؟ على طول بطلع على احدها خمسه، تقبل على خمسه. بدي اقسم قسمه طويله، لسي انا مش عارف اقسم، تعال نقسم قسمه طويله، انا حاقسم لك اول مره قسمه طويله بس انا حاعلمك كيف تقسمي وانت موجوده. نقسم قسمه طويله اللي هي 135 على خمسه، بدنا تقبل على خمسه لانه احدها خمسه. 13 على 5 فيها 2 لأن 2 في 5 10 بضل عندي 3، بنزل هون عندي ال 5، 35 على 5 فيها 7 فيها 35، انتهت قسمتي، انتهت قسمتي. أنا بقسم مش عارف أقسم قسمي هون بقسم على جنب وهذا الحكي نحكي. يلا هون طلعت معي 13، شوفي ايش كيف بقسم أنا، 13 على 5 فيها 2، 2 في 5 10 بضل 3، بتيجي على 5، 35 صارت صح، على 5 فيها 7. نيجي 7 تقبل على مين؟ في طلاب بيقولوا لي 9، لا يا مس لازم تكون هاي أعداد أولية، 9 ليس عدد أولي، تقبل على 3 مش 9، لأن 3 في 9 بتعطيني 27. طيب 3 9 تقبل كمان على 3، شو العدد بضربه في 3 بتعطيني 9 اللي هو نفسه 3، والثلاثة لا تقبل إلا على نفسها. أعيد مرة ثانية، أعيد مرة ثانية، أنا هاي العدد بقبل على 535 ليش؟ لأنه أحادة وخمسة، ما بعرف أقسم قسمة هون، أقسم قسمة طويلة على جنب. خلاص يا سادس يجي هون مس، لما قسمت قسمة طويلة طلعت عندي 27، 27 تقبل على 9 صح كلامك 100%، لكن أنا عندي القسمة المتكررة إلى التحليل إلى عوامل أولية، اسمها تحليلي إلى عوامل أولية، لا يمكن أحط هون، هون في هذه الجهة لا يمكن أحط عدد غير أولي، يعني ما ممكن أحط 9، لا، أحط 3، 27 على 3 هي 9، 9 تقبل كمان إيش؟ على 9 على 3، 9 تقبل كمان على 3، فيها 3، 3 في 3 9، يعني هيك بضرب، اضرب هيك عشان تعطيني 27، اضرب هيك عشان تعطيني 135، 3 ايش تعطيني؟ 3 تقسيم بس 3 تعطيني 1، بقول له قيف، شو بقول له؟ قيف. طيب تعال نحطها، بدي اياها يا مس انه على شكل اس، يلا مع بعض، بدي اياها على شكل اس اللي هي 135، شوفي اسها كم 3 عندي؟ اول شيء ناخذ العلم كله، 3 كم مرة؟ 3 3 مرات، 3 أس 3، وعندي الخمسة ما لهاش ولا إشي، ممكن أحط 1 وممكن ما أحطش 1 عادي، تفرقش معي. طيب، تعالوا ناخذ واحدة ثانية، هي أحدها إيش مس؟ 2، 6، تقبل على إيش؟ تقبل على 2، صح؟ نفس الحكي، بس ممكن أقسمها قسمة طويلة على جنب واطلع قديش فيها، وانا حاقسم لك اياها هون، علمت لي القسمه، بدك تقسمي قسمه طويله هي ها بتقسمي، لكن هون عندي 2 على 2 1، 2 تقسيم 2 1، 1 في 2 2، خلصنا. نيجي ناخذ الواحد، 1 على 2 لا يجوز، 1 على 2 لا يجوز، الطلاب بيقولوا لي 2 يا مس، لانه 2 على 1 لا، 1 على 2 لا يجوز، لازم احط صفر، لازم احط صفر. صارت اصبحت 16، صح نزلت الست جنب الواحد، انا لا تجوز زدت الست، فطلعت عندي مس هون اللي هي 16 اللي هي 8، خلاص
الآن يا مس عندي 8 كمان عدد إيش ماله؟ يقبل القسمة زوجي يقبل القسمة على 2. نفس الحكي، 1 لا بقبل على 2، باخذ العشرة. شايفين يا مس؟ قسمتي 10 على 2 5. بدك يا مس ما بتعرفي اقسميها قسمة طويلة على جنب زي ما قسمت أول شيء، وريتك كيف أقسم. واضح مس؟ 10 على 2 5، 5 في 2 10، خلصناها. 8 على 2 4. خلاص؟ طيب هاي تبقى قسمة على ايش مس؟ أحدها ايش؟ برضك أحدها زوجي تقبل على 2. أحدها زوجي تقبل على 2. يلا يا مس 5 على 2 يلا 2. يلا 2 في 2 4. مس ضايل وحدة، هيها مش ضايل وحدة، الباقي واحد، ونزلت الأربعة بصير 14. ما بتعرف يا مس، حطها على جنب واقسمها، حطها على جنب واقسمها. 14 على 2 7. 27 قلنا هيها موجودة هون، هيها شايفينها عملتها، تقبل على 3 وليس على 9، وهون على 9 وتقبل 9 على 3، فيها 3 و 3 لا تقبل إلا على نفسها طفل. صار عندي واحد طفل. تعال معايا نعمل الحكي اللي بنحكيه مع بعض. يلا اللي هو 216، تعال نعد كم 2 فيها؟ اوه 2 اس 3، وكم 3 فيها؟ كمان 3 اس 3، يعني صدفة ان الاجل 2 و3 نفس الاس. مش دائما يا مس، مش تقول والله دائما 2 و3 بيجي نفس الاس، لا يعني هي صدفة. فانا اول شيء حكيت نعيد كل الكلام اللي حكيناه، هذا اسمها صيغه قياسيه، حولتها لصيغه اسسيه اللي بدي اختصر الموضوع كله بس عدد واحد اس واحط عليه اس. اذا كان في سالب خليه نفس السالب وارفعه للاس. الصوره بدي صوره قياسيه، بدي الان الصوره القياسيه اللي عندي بدي اجد قيمتها. هاي الصوره قياس طبعا صوره اسسيه، وبدي اعمل صوره قياسيه بعدين اشوف قيمتها. صورة قياسية يعني افكها 3 في 3 في 3 في 3 4 مرات، مش 3 في 4 واضرب واطلع الناتج. قلت لك اذا كان اس سالب الواحد بضله كمان هو واحد في واحد في واحد مليون واحد هو واحد، لكن ايش المشكلة عندي؟ اذا كان في عندي سالب، اذا كان سالب اسه زوجي بيعطيني موجب، اذا اسه فردي بيعطيني سالب، إذا أسه فردي بيعطيني سالب. طيب الصفر أي آسف 8 أس 1 هي 8، 8 مرة واحدة يعني، واضح؟ الصفر لو تضربيه 1000 مرة مليون مرة بيعطيني صفر. إن شاء الله أس مليون، إن شاء الله أس 1000 بيعطيني صفر. الآن عندي أي عدد غير الصفر مرفوع للأس صفر يرتب على أس صفر بيعطيني 1. أي عدد غير الصفر مرفوع للاس صفر يعطيني 1. اذا كان عندي اعداد كبيره وقال لي اعملي لي اياها بصيغه قياسيه واعملي لي اياها بصيغه اسسيه، بقول له تعال احلل لك اياها تحليل قسم متكرر. والقسم المتكرره بدنا ننتبه عليها كويس وندرب عليها اكثر واكثر. وهيك يا مس انا بالنسبه لي خلصت الدرس هو والاساس، ان شاء الله تكونوا فهمتوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.